تحية طيبة وأهلا بكم مشاهدينا في برنامج صحتك لباس. دراسة جديدة نشرت في مجلة Journal of Affective Disorders وجدت أن صدمات الطفولة تؤدي إلى زيادة حدة الأعراض الناجمة عن الاكتئاب، بالإضافة إلى تقليل النتائج الإيجابية للعلاج من هذا المرض النفسي. مشاهدينا، وجدت دراسة جديدة أن الصدمات التي يتعرض لها الإنسان خلال مرحلة الطفولة تفاقم من حالات الإصابة بالاكتئاب خلال وقت لاحق من الحياة. حول هذا الموضوع الهام جدا نستضيف اليوم من قسنطينة في الجزائر المختصة في علم النفس العلاجي الدكتورة وسيلة بلطرش، ومن مراكش في المغرب الأخصائي النفسي الأستاذ إدريسي جناتي أمين، ومن غزة سينضم إلينا بعد قليل الأخصائي النفسي الدكتور أسامة فرين. أهلا وسهلا بجميع ضيوفنا، وأبدأ معك دكتورة وسيلة. أهلا وسهلا بك، شكرا لقبولك الدعوة. أهلا بك، تحية لك لضيوفك الكرام والمتابعين الأكارم، شكرا على الاستضافة. شكرا لك. يعني ضرر الصدمة النفسية في الصغر على الإنسان في الكبر، هل ما تحدث عنه التقرير أو هذه الدراسة يعني جازم إلى حد ما؟ إلى حد كبير سيدة وجدان، يعني في المعالجة العيادية في التعامل مع الحالات كثيرا ما نجد أنه قصة العميل كما نسميها أو الحياة الأولى للطفل في الصغر هي الآثار البعدية تاعها هي التي تسببت في ظهور الكثير من الاضطرابات النفسية أو حتى الأمراض العضوية عند الكبر، لأنه أساسا الشخصية تبنى في الطفولة، فإذا حدث شرخ في هذا البناء، إذا حدث صدمة قوية أدت إلى اضطراب في الجهاز النفسي، فحتما ستكون هناك تبعات في المستقبل. تحدث تقريرك عن الاكتئاب، ولكن ليس بالضرورة هو الأثر الوحيد الذي قد يظهر في سن الرشد، ولكن اضطرابات أخرى. اليوم نتحدث عن الشخصية الحدية، والأبحاث أصبحت تقر أن الاختلالات التي تحدث نتيجة الصدمات، نتيجة الاعتداءات، نتيجة العنف أو حتى الإهمال الذي يتعرض له الطفل في طفولته هي الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه الشخصية الحدية. الاختلالات التي كذلك قد تصيب حتى نمو الفيزيولوجي، لأنه بات اليوم مؤكد أنه الصدمة لا تؤثر فقط على التركيبة النفسية، ولكن حتى على التركيبة الفيزيولوجية لفيزيولوجيا الدماغ. يعني علم النفس العصبي اليوم أصبح يؤكد الكثير من هذه الحالات والكثير من الاضطرابات التي يعود منشأها إلى الصدمات التي يتعرض لها الطفل في الطفولة المبكرة. نعم، اسمحي لي سيدتي أنتقل إلى مراكش مع الأستاذ إدريسي جناتي أمين الأخصائي النفسي. أهلا وسهلا بك لأول مرة على قناة المغربية، نتشرف بوجودك معنا اليوم. أهلا وسهلا.
أهلا بك. يعني الله يسلمك، يعني الأسباب الأكثر شيوعا برأيك، هل ما ذكر في التقرير أنه الأمور الأكثر شيوعا والتي تتسبب بهذه الصدمات في الصغر والتي تؤثر على الإنسان في الكبر، أغلبها فقدان أحد من الأسرة أو المشاكل الأسرية خاصة العنف المنزلي، هل تتفق مع هذا الرأي؟ حقيقة شكرا بعد على الاستضافة ديالكم. حقيقة الأمر هو يعني كما يعني درست يعني قامت الدراسة بذلك، فهي أود أن أشير أنها دراسة ديال منظمة الصحة العالمية Adverse Childhood Experience أو تجارب طفولة سيئة، هي التي يعني بحثت في هذا الموضوع بشكل أكبر، بحيث أنها يعني افترضت أن العنف الممارس في الطفولة يؤثر على صحة الراشدين أو البالغين الأكثر من 18 سنة، ليس فقط كما قالت الأستاذة وسيلة على الصحة النفسية فقط، بل حتى على الصحة الجسدية، حتى على الممارسات الخاطئة أو السلوكات الخاطئة مثل الإدمان، الأنواع ديال الإدمانات إلى غير ذلك. فيعني الأكيد أننا نتفق مع 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 طرح، وخصوصا وأنني يعني كان لي الشرف بالمشاركة في الدراسة ديال منظمة الصحة العالمية في المغرب التي أشرف عليها البروفيسور عبد الودود خربوش. والبروفيسورة أمينة بيا، بحيث أنها هذه الدراسة شملت 1180 مشارك بالغ، يعني قاموا يعني الاستجواب، تم استجوابهم يعني حول الممارسات العنيفة، يعني حينما نتحدث عن الصدمة فالأكيد على أنها نتاج ديال العنف، إما عنف منزلي، والعنف هو أربعة أنواع، يعني العنف جنسي، عنف نفسي، العنف جسدي، والإهمال. يعني ليس فقط على، وهناك عنف لفظي كمان مثل التنمر أستاذ. نعم، تنمر الى غير، والعنف الجماعي مثل الحروب، يعني يعني الحروب بالنسبه للحروب الاهليه ما بين القبائل، او بالنسبه للحروب للمناطق التي يوجد بها حروب. كذلك مشاهده العنف والعنف المنزلي، اي ان الطفل يشاهد الام تضرب من قبل الاب، يعني كذلك صحيح. تعتبر يعني نوع من أنواع العنف الذي يعني شملتهم الدراسة. نعم. وشافت يعني هذا التأثير ديال هاد أنواع العنف على الصحة النفسية والجسدية عند البلوغ، يعني فوق 18 سنة، عندما يعني يصبح الفرد بالغ. إنسان بالغ يفوق يعني سنه 18 سنة. ويعني للأسف وجدت الدراسة نتائج كارثية، بحيث أنها كانت علاقات تخدمت الدراسة بميثود ستاتيستيك أو بطرق إحصائية حديثة ديال الإبيديمولوجي أو ديال علم الأوبئة، الأو إر والإر إر غولاتيف ريسك والأوستراسيو، بحيث أنها أكدت العلاقة الارتباطية ما بين هذا العنف الممارس في الطفولة المبكرة أو في الطفولة من 0 إلى 18 سنة على الصحة النفسية والجسدية، يعني باختصار. وبحيث أن يعني لا نتحدث فقط عن الاكتئاب، لأن نتحدث على لتخوب الليمور ديبريسيف، بحيث أن الاكتئاب أصبح يصنف حديثا يعني في DSM-5 ريفيزي أو CM-11، وهما دلائل تشخيصية وإحصائية للاضطرابات النفسية. فالآن نتحدث على اضطرابات المزاج أو مود ديزوردر بالإنجليزية، يعني من بينهم اضطراب الاكتئاب الذي أصبح يسمى باضطراب المزاج الاكتئابي أو لتخوب ديمور ديبريسيف. فالعلاقة يعني العلاقة هي واضحة، أثبتتها يعني الدراسة ديال منظمة الصحة العالمية، اللي كانت دراسة شملت يعني العالم كامل يعني بمختلف الثقافات، مختلف المجتمعات، أكدت يعني باختلاف الثقافات والمجتمعات على أن التأثير يظل حاضرا في مختلف البلدان حول العالم. اسمح لي أعود للدكتورة وسيلة مرة أخرى. دكتورة وسيلة، يعني كيف بالإمكان، يعني نحن دائما نسمع من قبل الأخصائيين النفسيين بأنه كل إنسان فينا معرض لاضطرابات نفسية في وقت ما من حياته، وبالتالي هنا أريد أن أسألك كيف بالإمكان أن نكتشف، هل هناك تشخيص ربما من خلاله يكتشف الإنسان أنه أسباب ما يتعرض له من ضغوطات نفسية أو اضطرابات نفسية أو اكتئاب يعود إلى الطفولة؟
أكيد. أولا قبل التشخيص هناك الملاحظات أو الأعراض الأولى التي تظهر عند الطفل يعني قبل أن يصبح راشد. هناك الكثير من المؤشرات يمكن رصدها من قبل الأسرة، يعني عندما نقوم بجمع المعلومات عن الحالة نسأل عن مرحلة الطفولة، فمثلا نجد أنه الأهل يتحدثون أنه هذا الطفل مثلا أصبح عنده في سن معين تبول لا إرادي ثانوي بعد ما اكتسب النظافة، أنه كانت عنده كوابيس أو اضطرابات سلوكية، أو على العكس من ذلك طفل هادئ غير اجتماعي. يعني الكثير من المؤشرات نتلمسها على هذا الشخص اللي أصبح راشد في 18 أو أصبح كبير، أنه هذه الأعراض بدأت تظهر أولا في الطفولة. ربما المشكلة التي تطرح أنه لا نلجأ إلى المختص النفسي في تلك المرحلة، نعتقد أنه إما طفل هادئ أو على العكس من ذلك طفل لديه شخصية كاركتريال، يعني كما نقوله هذا الطفل لديه شخصيته لذلك يتعمد التعامل بهذا العنف أو بهذا الأسلوب، لكن الحقيقة أنها مؤشرات لمعاناة سابقة تم ظهورها من خلال هذه المؤشرات. بعدها تظهر أمور أخرى في المراهقة، ربما الجنوح، ربما العزلة، مظاهر أخرى كذلك تظهر في المراهقة لتستقر بعدها في سن الرشد، ونكتشفها عند الفحص من خلال مقاييس نفسية أو من خلال ديكاستيونير، يعني مجموعة من الأسئلة، أو بالاعتماد على الدليل التشخيصي للأمراض النفسية. ولكن في كثير من الأحيان المرحلة الأولى هي تكون لها مؤشراتها، إذن التشخيص يكون مبني على أعراض معينة، الأعراض التي تكون لها شدة معينة تكون قد استمرت في الزمن لمدة معينة كذلك، من خلالها نقيس أن هذه الحالة تعني اضطراب، ثم نقرر ما إذا كان هذا الاضطراب هو ناتج عن أعراض صدمة نفسية في الطفولة، إجهاد ما بعد الصدمة، أو اضطراب آخر السبب فيه هي ما تعرض له هذا الشخص في طفولته. ممكن جدا كذلك أن نطلع على الأمر من خلال حتى دون تشخيص، يعني وهذا ما نرصده من أحاديث العامة، مثلا عندما يصف شخص آخر أنه عصبي انفعالي لا يتحمل الانتقاد أو لا يتحمل الملاحظات أو ربما حساس جدا، لديه حساسية مفرطة، يستجيب للفرح بطريقة خاطئة، للحزن بطريقة خاطئة، كل هذه المؤشرات تعطينا فكرة أنه هذا الشخص قد يكون تعرض في طفولته إلى صدمة قوية تسببت له في هذه الهشاشة النفسية أو في هذا السلوكات الغير مكيفة. نعم. التي تكون كذلك مؤشر لبعض المشاكل داخل الأسرة أو في علاقاته مع الآخرين في العمل. هذا كلام في غاية الأهمية دكتورة وسيلة، اسمحي لي أدب للدكتور إدريسي. يعني سيد الكريم، اكتشاف هذه الحالات أو هذه الاضطرابات أو السلوكيات في عمر مبكر، هل يعني يجعلنا نحمي أبنائنا أو على الأقل نعالج الخلل قبل أن يكبر الإنسان، لأنه تبعات هذه الاضطرابات النفسية وتحديدا الاكتئاب فيما بعد يكون علاجه أصعب بكثير من علاجه منذ البداية، ليس كذلك؟ نعم نتفق. يعني بالنسبة لكلما كان يعني الاكتشاف مبكرا والتدخل مبكرا، كلما كانت يعني نجاعة التدخل أفضل بطبيعة الحال. يعني نستند يعني للمعطيات من دراسات علمية، مثل الدراسات التي يعني التي أنجزت تثبت على أن مثلا الإهمال يؤثر على نمو حجم الدماغ أو لا يؤثر على الأداء المدرسي أو لا يؤثر على الأداء الاجتماعي. يعني هنا كلما كان يعني اكتشاف يعني الخطأ والخطير في الأمر عندنا، يعني خصوصا في المجتمعات العربية، على أنه يعتبر الضرب مثلا أو السب أو القذف كوسيلة من وسائل يعني العقاب أو لوسيلة من وسائل التربية، يعني بالتالي نكرس لهذه الأنواع ديال العنف، ويعني ما لا نعطيها يعني حقها لا على مستوى التشخيص ولا على مستوى التدخل. بالتالي لا نكتشف، لأنه في مجتمعاتنا أستاذ الكريم، يعني في مجتمعاتنا لحد الآن يعتبر الضرب وسيلة من وسائل التربية مع الأسف. بالضبط بالضبط، يستعمل في المدارس، يستعمل في المنزل، إلا أن
انه يعني في حين ان الطفل يعني كتكون تكون يعني البيئه الحاضنه او البيئه التي يشعر فيها بالامان هي المدرسه او المنزل، فتمارس عليه يعني هذه الانواع من العنف، لربما الاكثر شيوعا هي العنف النفسي من خلال الالفاظ النابيه والتنمر الى غير ذلك، والعنف الجسدي من خلال الضرب، وبالتالي يشعر هو بالالم، وهذاك الالم يعني لا يستطيع التعبير عنه، بالتالي يصبح من المكبوتات التي يمكن يعني ان تنفجر في سن الرشد او لا تؤثر على حياته النفسيه، ولربما هو يصبح ايضا انسان معنف، يعني العنف لا يولد الا عنف كذلك، انتاج العنف فعلا. نعم. دكتورة وسيلة، دعينا نتحدث عن الفتيات، يعني تحديدا اللواتي يعني يعشن في بيوت فيها نوع من العنف اللفظي، عندما يتعامل الأب مع الأم بقسوة أو يعني يتصرف معها بأسلوب عنيف كالضرب وما إلى هنالك أمام الفتيات البنات، إلى أي مدى هذا يؤثر في كبرهم؟ يعني نحن سمعنا الكثير من القصص عن صبايا يرفضون فكرة الزواج لأنه أصبح لديهم عقدة من الزواج، لأنه يعني حسب ما تربوا في أجواء كلها عنف وكلها يعني مشاكل، كلها عنف أو كذلك كلها تمييز، لأنه تمييز. كثير كذلك من الفتيات يرفضن الزواج لأنه هناك العقلية تبجيل الذكر على الأنثى في بعض الأسر، للأسف الأمر ما زال موجود لحد الآن، أين يكون كل شيء مباح لشقيقها، الخروج، الحصول على المال، يعني الحصول على مصروف جيبه، له كامل الحرية في اختيار أصدقائه، له الكثير من الامتيازات عكسها هي، وبالتالي هي تنظر على أن هناك تمييز كبير، وبالتالي تسقط هذا رفضها أو غضبها أو حقدها أو كرهها كذلك لهذا السلوك على الرجل الآخر، يعني لخارج أسرتها الذي من الممكن أن يتقدم له، وبالتالي ترى أن الزواج لن يكون إلا تكرار لما عاشته سواء هي كزوجة مستقبلية أو ما يمكن أن تتعرض له ابنتها مستقبلا كابنة، وبالتالي تختار راحة بالها يعني بين مزدوجتين في التفكير في عدم الزواج، أو كذلك يمكن أن يحدث ميكانيزم نفسي آخر معاكس تماما، حيث أنه في حالات كثيرة نرى أنه هذه النوعية من الفتيات في اختيارهن لشريك الحياة يكون اختيار فاشل تماما، حيث تختار شريك بطبيعته معنف أو بطبيعته عنده اختلالات سلوكية. كيف تعرف ذلك؟ ما دائما بيقولوا الزواج قسم ونصيب دكتورة وسيلة، كيف تعرف بأنه معنف أو لا؟ اولا من خلال اسلوبه، يعني احنا نلاحظوا في عملنا مثلا في العلاجات الزواجيه، يعني بين لي بروبليم دو كوبل، المشاكل بين الازواج، نرى انه الاشكال اساسا كان في طريقه الاختيار، عندما تبدا تتحدث عن مرحله الخطوبه مثلا تقول انه كان يشتمني، كان يتلفظ بي بطرق خاطئه، كان يمنع عني اشياء كثيره المفروض انها تابعه لاسرتها، يعني صاحب القوامه الاولى هو الاب يعني اللي يعطيها الأوامر، لكن الشخص الثاني في مرحلة الخطوبة يأخذ هذا الولاية وهذا الوصاية، يشتمها أمام الجميع، إذن المؤشرات تكون بادية أن هذا الشخص غير سوي، لكنها تختار أن تستمر في العلاقة لأسباب أخرى كذلك، يعني أن التركيبة النفسية تحتاج إلى تحليل مطول، لكن نقول أنه المقياس الأول أنها تعتقد إذا كان أبوها معنف أن كل الرجال معنفون معنفون، وبالتالي تقبل هذا الشخص لأنه شبيه أو صورة ثانية لوالدها. وهناك أيضا تفسير آخر أيضا دكتور، عذر على المقاطعة، بأنه بسبب المشاكل العائلية والعنف المنزلي أو الأسري، الفتاة يعني ترى من هذا الارتباط أو هذا الزواج فرصة للهروب، وبالتالي هي تقع في مشاكل أخرى وفي ورطة أخرى، وهذا ما تقوله بعض الفتيات، يعني عندما نوضح لها أنه ربما الاختيار في بدايته، إذا كانت تعتقد أنه الاختيار في بدايته كان خاطئا، يكون جوابها أنا هربت من المر ولأمر منه، لأن تسرعت في الزواج لأني أعتقد أنه التمييز الذي أتعرض له داخل أسرتي والممنوعات التي أتعرض لها داخل الأسرة أو العنف الذي أتعرض له داخل أسرتي الحل الوحيد له في أن أبني أسرتي أنا، وبالتالي تركز على
الهروب ولكن لا تركز على الشريك. يعني هذه من الأخطاء الشائعة للأسف في مجتمعاتنا والتي تستدعي فعلا أن يكون هناك، وقد قلنا هذا في 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 حصة سابقة، من الضروري جدا اليوم أن تكون هناك دورات ما قبل الزواج حتى لا نقع في تبعات ما بعد الزواج من طلاق ومن عنف قد تتحمله أجيال أخرى كذلك. ولما لا علاج هذه الاضطرابات النفسية؟ لأنه ما زلنا إلى يومنا هذا نعتبر أنه هذه مسألة عيب، أنه وصمة أنه نذهب إلى طبيب نفسي للعلاج. للأسف الشديد، لأنه هناك من يعتقد أولا أنه العلاج النفسي أو حتى الطب العقلي مربوط بأنه الشخص مجنون مريض عقلي، لكن هذا غير صحيح تماما. اليوم علم النفس تطور وحتى الطب العقلي في تفسيراته للأمراض كذلك أصبح يعطي تفسيرات عضوية فيزيولوجية، وبالتالي من يعاني داء السكري حالته كحالة الذي يعاني مشكل في إفراز بعض الهرمونات الدماغية، وبالتالي عندما نتقبل المرض العقلي على أنه مثله مثل أي مرض عضوي آخر أو فيزيولوجي آخر، هنا ستتغير الصورة النمطية عن الطبيب العقلي أو المختص النفسي، وهذا اليوم أصبح وبات ضروري جدا التعريف بهذه المهنة وبهذا العلم، يعني علم النفس وأهميته خاصة في بناء الطفولة الجديدة. يعني شكرا جزيلا لك دكتورة وسيلة بن الأطرش المختصة في علم النفس العلاجي، جزيل الشكر لك. أعود للأستاذ إدريسي. أستاذ الكريم، يعني الاهتمام بالصحة النفسية مسألة في غاية الأهمية، خاصة أنه تبعات هذه الاضطرابات النفسية والصدمات في الطفولة والتي تؤثر على الناس عند البلوغ يعني تؤثر أيضا على نواحي صحية عديدة في جسم الإنسان، وبالتالي أصبح الآن مهم يعني عندما يتعالج الإنسان من أي مرض أحيانا ينصح المريض بالذهاب إلى طبيب نفسي أو أخصائي معالج نفسي أو أخصائيين للاستماع، وذلك كله يصب في مصلحة المريض في أن يتمم علاجه بشكل جيد وعلى جميع المستويات الصحية، إن كانت الصحة النفسية أو الجسدية. أهمية ذلك برأيك، وكيف بالإمكان أن نغير هذه الصورة المغلوطة عن الطب النفسي؟ في حقيقة الأمر هو الأمر يعني مجتمعي أكثر من أنه يعني شخصي. فيعني تاريخيا ارتبط يعني الاضطرابات النفسية يعني بنوع من الجنون تاريخيا، يعني تاريخ الإنسان، تاريخ يعني عبر تعاقبه على مختلف الحضارات ومختلف يعني الحقب التاريخية، يعني هذا الإشكال كان مطروح، كان يعني الإنسان المصاب بالاضطرابات النفسية يعني يعالج بطرق معينة، يعني زيارات الأضرحة، زيارات المشعوذين، زيارات يعني. فالأمر هنا يستدعي يعني حقيقة إلى تضافر مجموعة من الفاعلين المجتمعيين، مجموعة من الفرق يعني السياسية، مجموعة يعني التحسيس، مجموعة من الميكانيزمات التي يجب أن يتوفر عليها المجتمع من أجل يعني نشر وعي وثقافة نفسية، ثقافة يعني أن الإنسان بعض الأحيان يأتي يعني المريض أو يأتي يعني المصاب باضطراب معين إلى العيادات يعني خفية، يعني يختار العيادة التي تكون يعني في منطقة غير معروفة، غير لربما يضطر إلى تغيير المدينة وتغيير البلد من أجل المتابعة النفسية لما يحدث يعني من وصم مجتمعي حوله، كيقولوا يعني مثلا هذاك فقط مجنون، فقط أحمق، فقط إلى غير ذلك. فهنا يعني وجب يعني واحد الحس جمعي، تغيير واحد حس جمعي مجتمعي من أجل نشر ثقافة نفسية تعترف بالتتبع، تعترف بالمساعدة، تعترف بالدعم النفسي إلى غير ذلك من التدخلات الملائمة والناجعة من أجل تغيير عقليات لربما ستكون لها تأثير إيجابي على المستوى. والحاجة الصحي الآن أصبحت أكثر إلحاحا، خاصة أنه الصدمات النفسية كثيرة وكثيرة جدا. أرجو أن تبقى معي أستاذ إدريسي، أنتقل إلى غزة. معي من هناك دكتور أسامة فرينا الأخصائي النفسي. أهلا وسهلا دكتور أسامة، شكرا لقبولك الدعوة.
شكرا لك، شكرا لجميع المشاهدين. اهلا اهلا بحضرتك. أهلاً. قبل ان ابدا الحديث معك، من الضروري بمكان ان نتحدث عن اطفال غزة، وتحديدا عن يعني ما يعانونه بسبب الحصار اولا، و الحرب في غزة عادة، والقذائف والصواريخ التي يعني تدمر البيوت وتشرد الأطفال. أسابيع المرح هي نافذة لتفريغ الصدمات النفسية لأطفال غزة. نتابع. تقوم الأونروا هذا العام بتنفيذ أسابيع المرح الصيفية في 91 موقع على مستوى قطاع غزة. المواقع عبارة عن 83 موقع مدرسي للطلاب الأونروا الدارسين في مدارس الأونروا، وسبع مواقع للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وموقع وهو مركز النور للطلاب المعاقين بصريا. الأنشطة وكما كل عام عبارة عن أنشطة رياضية وأنشطة فنية وأنشطة ترفيهية، أنشطة دعم نفسي، بالإضافة إلى جديد العام هذا هو عبارة عن أنشطة للطلبة الموهوبين والمتميزين على مستوى قطاع غزة، مثل أنشطة الآي تي، أنشطة اللغة الإنجليزية، أنشطة الكورة الموسيقي، أنشطة الفولكلور الشعبي والمواطنة العالمية. طبعا هذه ألعاب الصيف أو أسابيع المرح الصيفية هي نافذة نوفرها للأطفال أثناء الإجازة الصيفية، بحيث نوفر لهم بيئة آمنة حتى يعني يمارسوا هواياتهم وأنشطتهم اللي لازم أي طفل بصراحة يمارسها لأجل نمو سليم نفسي وعقلي واجتماعي. للأسف زي ما هو معروف أنه وضع غزة مكان مليء بالضغوطات، مليء بالتوترات، في الصعوبات اللي بيواجهوها الأطفال. خلاف ذلك الأهل أيضا بيجدوا صعوبة كبيرة في أنهم يوفروا هذه الألعاب لأطفالهم، نتيجة الوضع الاقتصادي، نتيجة الازدحام، نتيجة عدم وجود أماكن آمنة يعني. فبالتالي صار في حاجة شديدة لأنه نوفر للأطفال مكان يستطيعوا أن من خلاله يمارسوا هذه الهوايات ويعني ويقضوا بعض الساعات اللي فيها يكون مرح ونشاط لهم. إذن هذه أحد الأساليب مشاهدينا للتخفيف من حدة هذه الصدمات النفسية. دكتور أسامة أهلا وسهلا بك، شكرا لوجودك معنا. عندما نتحدث عن علاج الصدمات النفسية، خاصة أنه الدراسة تشير أنه أغلبية الأمراض النفسية تحديدا الاكتئاب سببه صدمات نفسية في الصغر، وهنا أريد أن أسألك، هل علاج الحالات كلها متشابهة في علم النفس العلاجي، خاصة نحن نتحدث عن أسباب عديدة لهذه الصدمات، منها سوء المعاملة، التنمر، خسائر فادحة، فقدان أحد أفراد الأسرة، العنف المنزلي، ولابد أن نذكر أيضا الصدمات النفسية لدى الأطفال اللي بفقدوا أهليهم أثناء المعارك والحروب؟ يعني أول شيء شكرا لك واستضافتكم لي في قناة المغاربية. أهلا وسهلا. يعني هلا بك. طبعا قطاع غزة هو منطقة يمكن مختلفة عن العالم كله في أنها الأكثر كثافة سكانية في العالم، نصف سكانها من الأطفال، وقطاع غزة كمنطقة محاصرة من حوالي أكثر من 17 سنة يعني تعج بالمشاكل، يعني الحصار، إغلاق المعابر المستمر، الحروب المستمرة، لا يكاد عام يمر بدون حروب، لا يكاد يمر يوم بدون شهيد في قطاع غزة أو في فلسطين بشكل عام. يعني الظروف الصعبة والمعقدة التي يعيش المواطن في قطاع غزة هي ظروف تستدعي الانتباه، لأنه هذه الظروف قد تؤدي إلى اضطرابات نفسية. الصدمات المستمرة لأهالي قطاع غزة قد تؤدي إلى اضطرابات نفسية، قد تؤدي إلى اضطراب ما بعد الصدمة، قد تؤدي طول أو تراكم الصدمات على الأطفال وعلى أهالي قطاع غزة قد يؤدي إلى اضطراب كالاكتئاب.
جودة الحياة في قطاع غزة للأسف هي سيئة جدا، يعني في حسب التقارير الدولية أنه 2022 يعني العام الماضي كان قطاع غزة هو يعني مكان لا يصلح للحياة. بالتالي يعني إحنا الطفل الفلسطيني يعيش في ظروف معقدة من الناحية الفيزيقية، من الناحية النفسية، من يعني تكاثر الأمراض العضوية حتى، يعني بدينا نطلع على كثير من الدراسات اللي بتحكي عن اضطرابات كاضطراب كأمراض عفوا كأمراض مزمنة كالسرطان، اضطراب ضغط الدم إلى آخره. يعني تقصد دكتور أسامة أنه هذه الأمراض أسبابها نفسية؟ بالضبط، هي تراكم ضغوطات نفسية عيشها أهالي قطاع غزة، يعني الظروف الاقتصادية المعقدة التي يعيشها المواطن والتي تنعكس على الأطفال بالتالي هي ظروف معقدة لا يستطيع فيها الإنسان الطبيعي الحياة. بالتالي إحنا نحاول، يعني التقرير اللي عرضته في قناة المغاربية حول الأونوروا وعملها في التدخلات النفسية اللي بتقوم بها تجاه الأطفال هي محاولات لإعادة زرع الابتسامة التي يفقدها الطفل الفلسطيني نتيجة يعني تراكم الحروب المستمرة وتأثيراتها السلبية على المواطنين وبالتالي على الأطفال، هم النقطة الأضعف في المعادلة اللي بنحكي فيها. يعني الأفق للأسف معدوم جدا في قطاع غزة، مستوى البطالة عالي جدا، مستوى الفقر، عدد كبير من الخريجين طالب المدرسة لما بده يعني يتخرج من الجامعة ولا يجد عمل، فماذا سينعكس ذلك على الأطفال؟ طفل لماذا يعني هذه الأسئلة اللي بيسألوها الأطفال لأهاليهم، يعني أخوي اللي كبر وتخرج من الجامعة بعد محاولات، يعني بعد ما صرف مصاريف وتعب لعند ما صار بيحمل شهادة معينة، يعني وما في عمل، ليش أدرس؟ نعم يعني دكتور أسامة، وهنا السؤال، يعني اللي بتعرض لكل هذه التراكمات أو هذه الصدمات المتكررة ويصبح شاب ويكبر، يعني هل بالفعل بالإمكان علاج ما تعرض له من صدمات، أم أنه البعض لا يهتم بقضية العلاج ومثلا لربما يسلك طرق خطرة كالهروب بالبحر في قوارب الموت أو حتى الانتحار بطريقة أو بأخرى؟ للأسف هذا الطريق السلبي في التعامل مع الصدمات، يعني أنه بعض الشباب اللي فقد الأفق فاتجه باتجاه الهروب من الجحيم، جحيم الحروب وجحيم الاحتلال وجحيم الحصار وجحيم الإغلاق وجحيم البطالة وجحيم ظروف العيش المعقدة إلى البحر، وهو يعلم بأنه قد يموت إلا أنه يفضل الموت سريع على موت بطيء. هذا بعض الناس اللي كانوا بفكروا بهذا الأسلوب. طبعا موضوع العلاج موضوع موجود موجود للأسف، إنه ولكن كمان الناس يعني هل تهتم بموضوع العلاج النفسي أستاذ؟ كيف؟ الناس تهتم بموضوع العلاج النفسي أم لا تعتبره مسألة مهمة؟ أعتقد إنه الناس تهتم ب يعني في زيادة في الاهتمام في موضوع العلاج النفسي والتحرر من الوصمة النفسية التي يعاني منها أهالي قطاع غزة. يعني لو بدنا نقارن ما يعني في قبل 30 عام عن اليوم، هناك تحسن وتوجه كبير تجاه العلاج النفسي في قطاع غزة، لأنه في ناس دكتور أسامة بترفض أنه تعتبر نفسها مريضة. الوصمة موجودة وثقافة الناس في يعني كثير من الناس تتجه إلى الطب الشعبي وتتجه إلى المشعوذين وتتجه إلى بعض الخزعبلات المرتبطة بالدين، يعني اللي ربطت جهلا بالدين بأنه يعني قراءة يعني بعض الآيات على بعض الأمراض أنه قد تشفى. طبعا القرآن في شفاء للناس، لكن يعني المفروض أنه ربنا كمان خلق الداء وخلق الدواء، ويعني سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال أن النفس لتمرض كما يمرض البدن. بالتالي العلاج النفسي هو علاج موجود
في توجه كثير من الناس نحو العلاج النفسي، وكثير من الناس صار في عنده توجه اتجاه يعني في حال تعرضهم لضغوطات نفسية أو تطورها لاضطرابات نفسية، في توجه نحو العلاج النفسي إيجابي. أنا بعتقد أن الناس توجههم صار بزيد نحو الإيجابية تجاه العلاج النفسي، وهذا ما نتمناه. اسمح لي دكتور أسامة، أرجو أن تبقى معنا. أعود للأستاذ إدريسي. أستاذ إدريسي، دكتور عذرا طولنا عليك شوي، نصيحتك للأسر، للعوائل خاصة من لديهم أطفال، يعني كيف ينتبهوا إلى مسألة هذه الاضطرابات النفسية ويساهموا في علاجها مبكرا قبل أن تتفاقم الأمور عند الكبر؟ أستاذ إدريسي لا أسمع صوتك. الآن عاد الصوت. نعم. تفضل. يعني الحاجة المهمة التي يجب الإشارة إليها هي أنه يعني أن نحسس بمفهوم الصدمة. فالصدمة تختلف عن الضغط. الصدمة هي نعم. واحد الجسم غريب يعيش داخل يعني داخل الجهاز النفسي للإنسان مدى الحياة. بالتالي يصعب يعني حتى على مستوى التدخل إن لم يعني نكن نعلم جيدا يعني مفهوم الصدمة وكيف يعني تؤثر وكيف يمكن يعني التحكم بها وكيف يمكن يعني عودة الجهاز النفسي إلى حالته الطبيعية قبل الصدمة. يعني قد يصعب الأمر وقد يطول موضوع العلاج بالنسبة للاضطراب. بالتالي خطورة يعني خطورة الصدمة هي التي يجب أن نعي بها يعني كأسر وكمجتمع، يعني هذا يجعلنا إلى تفادي كافة السلوكات الخاطئة لا على مستوى التربية حتى المقارنات. لأن يعني حتى المقارنة تعتبر عنف قد تؤدي إلى صدمة. نعم. حيث يتم مقارنة طفل بطفل آخر على أنه أفضل منه على المستوى الدراسي أو على المستوى الاجتماعي أو على المستوى الشخصي. بالتالي يعني بالتالي دكتور يعني لا. يعني كلنا مررنا بصدمات على هالكلام. الدراسة أثبتت أن 99% فصيلة سعود عانوا من أحد أنواع العنف. نعم. إن لم يكن عنف جسدي كان عنفا نفسيا إلى غير ذلك. وبالتالي ما يميزنا وما يفرقنا حسب يعني واحد العالم الذي بولبي يقول على أن لطش مؤولة الارتباط بالأم هو الذي يساعد الجهاز النفسي على إلى العودة، يسمى بمفهوم الرجوعية، إلى العودة إلى حالته الطبيعية. بالتالي يعني أهمية الدعم الأسري، أهمية الدعم المجتمعي، أهمية الاحتضان في يعني تجاوز مختلف الصدمات. الصدمات يعني أكيد أننا كلنا قد تعرضنا إلى أنواع الصدمات، كلنا نتعرض إلى مجموعة من أنواع الصدمات. بالتالي فأهمية الاحتضان، أهمية الدعم الأسري والدعم النفسي للأطفال، ويعني تجاوز كافة أشكال العنف أو لا يعني التقليص منها إلى حد ما قد يساعد في يعني نمو شخصية سليمة بين قوسين، أو شخصية لا تعاني من اضطرابات نفسية ومشاكل نفسية. شكرا جزيلا لك أستاذ إدريسي جناتي أمين الأخصائي النفسي، كنت معنا من مراكش، تحية لك. عودة للدكتور أسامة. دكتور أسامة، يعني كما ذكر ضيفنا من المغرب بأنه كلنا قد تعرضنا في يوم ما إلى صدمة نفسية معينة، إذا كانت يعني صدمة نفسية بسبب سوء المعاملة، بسبب العنف اللفظي أو الجسدي أو ما إلى هنالك. يعني كلام في غاية الأهمية، ولكن التركيز على المساندة المعنوية إلى أي درجة يلعب دور في علاج هذه الصدمات؟ هل بالفعل المساندة المجتمعية، الأسرة، دعم الأسرة، وبالتالي أيضا حتى العلاج يساهم في، لا نريد أن نقول أن تنتهي هذه الصدمات بشكل كامل أو 100%، على الأقل أن يتعود الإنسان على أن يكون مرن، لأنه الصدمات دائما موجودة وتتكرر، خاصة في وضعية كالوضعية الفلسطينية وتحديدا غزة. يعني التعرض للصدمة النفسية لا يجزم بأن هذا الشخص سيكون مضطرب نفسيا. نعم. يعني هناك فرق ما بين صدمة نفسية واضطراب ما بعد الصدمة. قد يؤدي تعرض شخص ما للصدمة إلى تطوير اضطراب ما بعد الصدمة. يعني وكمان الدراسات حكت عن أنه
التعرض للصدمة النفسية حوالي 70% من أهالي قطاع غزة، من أطفال قطاع غزة اللي تعرضوا للصدمة النفسية، اللي تطوروا منهم فعليا اضطراب ما بعد الصدمة وصل إلى 17%. بالتالي هناك من قد يتعافى من اضطراب من الصدمة النفسية حتى بدون تدخل، بسبب اللي انت حكيتيه واللي حكاه زميلي، انه التدخل الاسري، الدعم الاسري، الدعم الاجتماعي، اللي تلقي خدمات ارشاديه في المدارس وفي المخيمات الصيفيه عندنا في قطاع غزه مثلا، يعني الدعم الاقران، دعم الاصدقاء، عوده الروتين الاهالي، كيفيه الاهتمام واعاده الروتين الى ما كان عليه قبل الصدمه النفسيه، محاولة الاستماع أكثر للأطفال، إعطاهم فرص للتفريغ، يعني كثير من أدوات التدخل اللي بتساعد الأطفال أنهم يعيدوا التعافي. نعم. مرة أخرى أستاذ، يعني هل المناعة لمناعة الأشخاص دور أيضا، يعني تختلف المسألة من شخص إلى آخر في موضوع أن يكون مرن في تقبل الصدمات أو تحملها؟ وهنا أتحدث عن يعني البنات والشباب، يعني في فرق، يعني يقال أنه البنات بطبيعتهم طبيعة حساسة، وبالتالي التعرض للصدمات لدى الفتاة يكون نوعا ما أصعب من تعرض الفتى، رأيك بذلك؟ يعني هو في فروق فردية في موضوع التدخل، مدى جدوى التدخل العلاجي للجميع سواء ذكور أو إناث، يعني مدى شدة الصدمة، يعني إذا في طفل تعرض لصدمة شديدة على مدار فترات طويلة، مختلف عن بكون التعافي عنده عن طفل تعرض لصدمة بسيطة مقابل لفترة قصيرة. وإذا كان هذا الطفل لقى دعم من المحيطين فيه، من الأسرة، من الأصدقاء، من المحيطين بالمدرسين أو أي كان من المحيط اللي بيعيش فيه، أو لم يتلقى، هناك فروق. يعني إذا كان تعرض لصدمات سابقة زي أطفال قطاع غزة اللي بتعرضوا عادة ما بين عام وآخر لصدمات أعنف من الصدمات اللي تطبق إلها، كل هذا كمان يساعد أو يعيق موضوع تحسن الطفل أو شفائه من الصدمة النفسية. بالتالي هناك فروق في التعافي ما بين شخص وآخر، طبعا ما بين الفتيات والذكور والإناث. أنا ما بقدر أجزم أنه الذكور أقوى أو الإناث أقوى، لأن هذا الموضوع فيها فروق فردية والعلاقة بالشخص نفسه. صحيح. قد تكون الأنثى في مكان أقوى، وقد يكون الذكر في مكان آخر. كلام مهم دكتور. دعنا نتحدث عن ضرر الصدمة النفسية في الصغر على الإنسان في الكبر. يعني عادة للأسف، يعني أنه إحنا كمان في قطاع غزة وفي فلسطين إحنا توارثنا الصدمات عن أجدادنا. يعني أنا أهلي تهجروا من حمامة، من قرية من 48 بعد الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة. جدي حمل صدمات صعبة لوالدي ووالدتي، والدي ووالدتي كمان يعني تناقلوا عبر يعني خبرتهم من أجدادنا هذه الصدمات إلنا، وإحنا تعرضنا كمان عبر تاريخ من العلاقة مع المحتل لصدمات شديدة يعني. وإحنا اليوم معالجين نفسيين كمان، هذا لا يعفي إنه إحنا كمان تعرضنا لصدمات نفسية، وهذا كمان خطورة أخرى تقع على عاتق العاملين في الميدان في قطاع غزة. الأخصائيين النفسيين في قطاع غزة لا ينفصلوا عن الباقي الجمهور اللي بيتلقى العلاج النفسي واللي بيتلقى واللي بيتعرض لصدمات نفسية. بالتالي هم كمان مطلوب منهم انهم يعالجوا الاطفال والمرضى النفسيين، بالمقابل هم كمان بيتعرضوا لنفس الصدمات. للاسف انه احنا بعد ما يتحسن عندنا الاطفال او الحاله ايا كانت، تيجي حرب جديده ترجعنا للمربع الاول. يعني غالبا الحروب يعني المستمره هذه تعيد لنا ذاكره الماضي، زائد عبء الان والام المستقبل، التشاؤم اتجاه المستقبل، التشاؤم اتجاه الغد،
وما سيحمله من حروب أخرى. أكثر عرض نلاحظه عند الأهالي في قطاع غزة اليوم توقع الأسوأ. نعم. يعني الأهالي طول بيفكر أنه هل راح تقوم حرب ثانية قريبا، هل راح يكون في اعتداء آخر. الأطفال بخافوا فترة الحروب وما بعد الحروب، بخافوا يصحوا من النوم في الليل يتحركوا اتجاه الحمام، يتحركوا اتجاه الأحلام، الكوابيس، الأعراض السلبية الإيجابية عفوا للصدمات النفسية تكاد تكون مستمرة. وهذا خوف مشروع تساعد. لأنه الاحتلال مستمر والحرب مستمرة، وبالتالي بالزبط. يعني هي ليست مجرد وساوس عند الأطفال، هي توقعات، يعني الأمر قد يحدث في أي لحظة. نعم، هم يعني هذا واقع احنا بنعيشه بشكل يومي، يوميا احنا في الأخبار بنسمع عن أحداث سواء كانت في غزة أو في الضفة الغربية، يوميا في أحداث اللي أو في الشمال، يعني يوميا في عنا أحداث اللي بتعيد لنا ذاكرة الأسوأ، وأنه قد يعود إلينا السيء اللي مرينا فيه بأسوأ. فبالتالي الطفل طول الوقت والأهالي عندهم هذا الهاجس أنه الاحتلال قد يعود بقصفه للبيوت الآمنة. أكثر الضحايا في الحروب اللي مر فيها قطاع غزة كانوا الأطفال ومن النساء، يعني من الآمنين. بالتالي فيش حدا محصن في قطاع غزة من أنه يكون ضحية للاحتلال وضحية للعنف الإسرائيلي نتيجة يعني امتلاكه القوة الغاشمة. نعم. في الاعتداء على نصيحتك دكتور أسامة تحديدا للأهالي، يعني نحن دائما بنشوف يعني خاصة الفيديوهات الأخيرة ما حدث في جنين، ولو برنامجنا صحي ولكن أيضا مهم، شفنا فيديو كيف اقتحم قوات الجيش الإسرائيلي مسكن عائلة في مخيم جنين، وبدأ الأطفال يصرخون ويبكون. الأمهات كان موقفهم في غاية الشجاعة، قعدوا يقولوا لأولادهم ما تخافوش، يعني رغم هذا الرعب والخوف اللي بيخلق الاحتلال إلا أنه في شجاعة بتساعد الناس على يعني استيعاب هذه الصدمات النفسية وإعطاء القوة لأبنائهم حتى يعني يصبحوا أكثر قوة ويتحملوا هذه الصدمات. في الشجاعة شجاعة الأهالي، شجاعة الأمهات لما بتقف أمام الجند الإسرائيلي وبثبات أمام الجندي أمام أطفالها، أنه بتحكي لهم أنه أنا بخافش. لما تحكي لطفلها أنه أنا ما تخافش، هو مش راح يعني يأخذ بهذه النصيحة. نعم. وما يخافش، لأن الخوف هو شيء طبيعي عند الإنسان ورد فعل طبيعي. نعم. على ظرف غير طبيعي إحنا بنعيش فيه. صح. مش من الطبيعي أنه الطفل يتعرض فيه وهو آمن في بيته وهو نائم في منتصف الليل أنه يقتحم بيته ويضرب أبوه أو أمه أمام عينه ويطلق الرصاص داخل بيته. هذا مش الإشي الطبيعي، هذا إشي خارج المألوف، هذا يعتبر عنف إسرائيلي، هذا يعني يعتبر قوة إرهاب على الطفل الفلسطيني وعلى الأسرة الفلسطينية الآمنة. يعني ثبات الأم ثبات الأسرة وارتباطهم بقضية هي من أعدل القضايا، هذا هو اللي بيعطي ثبات للطفل ونوع من القوة اللي بتعطيه نوع من التكيف أو يعني محاولة التكيف مع الظروف الصعبة اللي بيعيش فيها أهالي فلسطين بشكل عام نتيجة الاحتلال الإسرائيلي المستمر، نتيجة عدم قدرة العالم على إيقاف هذا الاحتلال عند يعني عند أمام القانون الدولي، ولأنه خارج عن القانون الدولي أو على الأقل حماية الأطفال سيدي إن كانت من الناحية الصحية أو الوجودية. شكرا جزيلا لك دكتور أسامة فرينا الأخصائي النفسي، كنت معنا من غزة أكيد للحديث بقية. مشاهدينا أشكر حسن المتابعة، إلى اللقاء.